أهلا بكم أيها الرائعون. كثيرا ما نمر ببعض الفترات العصيبة في حياتنا، وهذا طبعا شيء عادي، لكن حاول ألا تسمح للمشاعر السلبية أن تأخذ حيزا أكبر من حجمها. إذا أردت أن تفعل قانون الجذب بطريقة ثابتة ومستمرة في الزمان والمكان، حاول أن تقوم بمراقبة نوعية هذه المشاعر. الأفكار السلبية تنتج مشاعر سلبية، وبالتالي تكون طاقتك طاقة منخفضة وليست لديك الرغبة في القيام بعدة أشياء. على عكس ذلك، الأفكار الإيجابية والرائعة تساعد جسمك طبعا على الحيوية والنشاط، وتشعر بأنك في كامل لياقتك وبكامل طبعا نشاطك البدني. كيف تراقب إذن هذه المشاعر؟ ببساطة، احرص دائما على نوعية الأفكار التي تدور في عقلك كل مرة. إذا كانت هذه الأفكار رائعة ومطمئنة، حاول أن تستمر على نفس المنوال. وإذا لاحظت أن أفكارك سلبية، حاول أن تقف بكل سرعة لتقوم بالتنفس الباطني لعدة مرات، وإذا أمكن أن تقوم بجلسة للتأمل لتعيد حالتك النفسية إلى مزاجها الراقي. احرص دائما على مراقبة هذه المشاعر. مشاعر جيدة تعني ببساطة طاقة جيدة وصحة ممتازة، وتعني بأن قانون الجذب يعمل معك طبعا بكل قواه. يوسف حسن، في أمان الله.